أحمد وليلى وعقاب الكذب. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أخين اسمهم أحمد وليلى، وأحمد كان الأخ الكبير لليلى، بس كانت تصرفاته مش كويسة لأنه كان شقي جدا، وكمان كان على طول بيكذب. كلامه كان كله كذب، وده اللي خلاه كل الناس تقول أحمد الكذاب. ولما باباه كان بيكلمه علشان يبطل كذب كان بيقوله أنا يا بابا مش بكذب، أنا بهزر بس. ويرد باباه عليه ويقوله الكذب ما فيهوش هزار، الكذب كذب ولازم تبطل كذب علشان ربنا أمرنا إننا نقول الصدق وبس. أحمد دين بيستغل أخته الصغيرة ويفضل يقول لها قصص وحكايات كلها كده. فمرة قال لها تعرفي ان انا شفت الساحرة الشريرة اللي هتحولت لفار صغير واقفة على باب الأوضة بتاعتك. واول ما ليلى سمعت احمد بيقول كده خافت وفضلت تصرخ وتعيط، ولما بابا عرف عاقب احمد ومنعه من الخروج. وفي يوم احمد طلب من بابا انه يشتري له عجلة، بس بابا قال له لما تنجح في المدرسة وبتفوق كمان. وفعلا يا اصحابي احمد فضل يذاكر بجهد كبير لأنه نفسه في العجلة من زمان، وفضل يذاكر كتير. ولما جه وقت الامتحان أحمد حل كويس جدا، وفي النتيجة جاب الدرجات النهائية كمان. يعني كده بابا لازم هيجيب له العجلة زي ما وعد، وأحمد متأخرش راح البيت بسرعة وبلغ بابا أنه نجح في المدرسة وبتفوق ووراه الشهادة كمان. فبابا فرح بتفوقه وقال له شفت يا أحمد لما الإنسان بيذاكر وينظم وقته بيطلع من الأوائل إزاي؟ أحمد مهتمش بكلام بابا وقال له أنا طلعت من المتفوقين يا بابا، أكيد أنت هتجيب لي العجلة. أكيد هجيب لك العجلة، خد الفلوس وانزل بكرة السوق أنت وماما وليلى واشتري العجلة اللي تعجبك يا سيدي. فرح أحمد بالفلوس اللي فضل طول الليل قعد يحلم بيها ويحلم بالعجلة اللي هيشتريها بكرة. وفي الوقت ده ليلى سألت أحمد هو يا أحمد الفلوس بتيجي إزاي؟ الفلوس بتتزرع، بناخد الفلوس ونزرعها ونسقيها ونهتم بيها لحد ما تطلع شجرة فلوس. أحمد كالعادة كذب في كلامه وما قالش الحقيقة، وضحك أحمد على ليلى أخته وقرر ينام وهو بيحلم بالعجل. ثاني يوم أول ما أحمد صحي كان فرحان طبعا إنه أخيرا هيشتري العجلة، بس اكتشف إن الفلوس اختفت. الفلوس اللي كان هيجيب بيها العجلة اللي باباه ادهاله اختفت. فضل أحمد يدور على الفلوس ويدور بس في النهاية ملقاهاش. فقرر إنه يسأل بابا وماما وليلى، ولما سأل بابا وماما قالوا له لا احنا ما شفناش اي فلوس. ولما سأل ليلى ردت عليه وقالت له أيوة انا اخدت الفلوس لاني قررت ازلع فلوس كتيرة خالص علشان يبقى عندنا فلوس كتيرة وعلشان نعرف انا وانت نشتري كل اللي نفسنا فيه. استغرب بابا من كلام ليلى، بس هي قالت له أحمد امبارح يا بابا شرح لأننا ازاي بنزرع الفلوس لما سألته هي بتيجي منين، وأنا أخدت فلوس أحمد وزرعتها في المزرعة اللي في وشنا. غضب أحمد من كلام أخته وسألها في أي مكان زرعت الفلوس، فقالت له أنا قطعت الفلوس حتت صغيرة علشان نزرع حبوب كتيرة من الفلوس. ضحك بابا من كلام ليلى وشرح ليها إن الكلام اللي قاله أحمد مش حقيقي علشان الفلوس مش بنزرعها ومفيش فلوس بتتزرع. وأحمد كالعادة كان بيكذب عليها، بس هو المرة دي أخذ العقاب اللي يستحق لأني مش هديله فلوس تانية يشتري بيها العجلة. وطبعا أحمد زعل من كلام بابا، وزعل أكتر إن الكذب ضيع له العجلة اللي كان بيحلم بيه. وهنا قرر أحمد إنه يعتذر لبابا والليلة على الكذب اللي قاله، ووعدهم إنه مش هيكذب تاني أبدا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.